على الرغم من كل التحديات اللي واجهناها في الوباء والواقع الجديد اللي نعيشه حاليا، غير ان هذه الظروف بينت ان التغير ضروري والتسلح بالامل حتمي. اشخاص منا وفينا واجهوا التحدي بصبر، عزيمه واراده. للي ما تسمع منهم غير كلمه حاضرين واللي تامر عليهم قبل لا يكونون راعي المحل أو بزنس أونر أو صاحب الحلال. هم نماذج من مجتمعنا منا وفينا، ودعمهم واجب علينا. وفي كل تحدي فرصة، والفرصة تبتدي من اليوم.